هيبقى على يمين الشاشة فريق الرجاء بالزي الأبيض، وعلى الشمال فريق النادي المصري بالزي الأخضر. زي ما تابعتوا حضراتكم التحليل، هو نفس التشكيلة اللي خاض بيها الشوط الأول فريق النادي المصري وأيضا فريق نادي الرجاء. نذكر أمير السيد الحكم الرابع، أدي الكرة العرضية وأدي المحاولة هنا مرة تانية، المحاولة وأدي الكرة حلوة. إيه يا ابني ده؟ إيه يا ابني ده؟ بيعمل أداء ولا أجمل، هدف رائع رائع رائع، بيبص عليها بيبص عليها محمد فتحي، كرة جميلة جميلة جميلة. النهاردة عاشور بقول لحضراتكم متألق في أهدافه، متألق حاططها في المقص اليمين. أدي الكرة، استلم الراجل محدش ضاغط عليه، وادي زميل احمد الهن، وادي حاططها. ايه ده؟ ايه ده؟ كان الراجل بيركن بايده، مش ممكن. على الكابتن سمير كمونه المدير الفني لفريق رجاء، وادي الكوره مره ثانيه، وادي هنا المحاوله. مباراه حلوه، مباراه حلوه باديه كده. شو الاهلي كنت سالته عشان طبعا بالروح الطيبه، وادي محاوله هنا، وحكم اللقاء مدي قرار بيقف. ونتابع العدد مره ثانيه مع الزميل احمد الهن. ادي الكوره، مين اخر واحد لمسها؟ فعلا قرار سليم، قرار سليم. كان اخر واحد لمس هو ابراهيم القاضي، ابراهيم القاضي. بلي الجماهير واللعيبه تقول لك فوز يجيب فوز. وادي هنا طالع من مرماه منتهى الخطوره، وادي ممكن هنا ايمانويل طالع من مرماه محمد عواد منتهى الخطوره. بيخرج داوود وينزل عبد العزيز وكابونجا من ركله جزاء، وادي محاوله هنا لفريق، وادي على طول بيطالب بايه؟ ضربه ركنيه، ضربه. تبديل لفريق الرجاء كان الفيومي، راح الهجومية لفريق الرجاء، ضربة حرة في اللقطة اللي فاتت، تدخل هنا على طول من أمير للنادي 18 مكان جمعة. شوف واحد ضد أربعة بيحاول يعمل فاصل من المرمى، حاطط ولا كرة حلوة، مفيش لاعب ولا صفارة، ممكن هدف رابع، مش ممكن مش ممكن مش حتى تمام التمام. مساعد محمد جمال، ارفع عليك القبعة، هايل يا ابني والله، انفراد ولا اجمل. هنشوف طبعا بالامس المساعد الفرنسي لا بالشمال تبقى في الشباك، ولكن اتأخر فيها كتير جدا، وجات له كورة مرة تانية هنا، وتقل برضه على الكورة. كابتن جمال عبد الحميد ده يقول لكم امتى اللعيب لو عدى خلاص مفيش وقت، لازم يفكر في الكرة الطولية. عادي الكرة، ولكن يطلع عواد مرة تانية من مرة، وادي المحاولة، مش ممكن المغربي، مش ممكن. ولكن اللقطة اللي فاتت تسديدة خارج الملعب، ادي عواد في اللقطة اللي في الخروج، وعبد محمد اشرف صاحب الهدف الثاني للنادي المصري اللي جابه مباراة اليوم. وست دقائق في الاختراق بقى ما بيقدرش فيه تلت الهجومي، وادي الكرة عملوها النبادي، وادي الاختراق، حلوة 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 تاني الجميل برأسية ولا أجمل، على طول الهدف الرائع لفريق الرجاء عن طريق فات مرة تانية فريق الرجاء بهدف طارق سالم. وادي الكرة العرضية ولكن لفريق الرجاء، مباراة تشتعل مشاهدينا، وادي انفراد، حمادة يحيى، حمادة يحيى، حمادة يحيى، حمادة يحيى، مش ممكن مش ممكن. حمادة يحيى بتاع صابه، يمكن انا شايفهم هنا من داخل المقصورة الرأسية في استاد النادي الاسماعيلي مدير الاسماعيلية، الكل واقف هنا في المقصورة على اعصابه، واكيد اكيد رؤوف ست دقايق. وادي كرة مرة تانية، وادي العرضية ومنتهى الخطورة المغربي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. من المغرب يتقل على كورته وحاطط الراجل، وادي مش ممكن. فمن اللقاء اعزائي المشاهدين تعلن عن نهايه اللقاء.